شكرا للأخوات والإخوان الحقوقيات والحقوقيين اللي حاضرين معنا، كذلك الشكر موصول للأخوات والإخوان الصحفيات والصحفيين على التغطية ديالهم الإعلامية والمواكبة ديالهم الملف ديالي ملفات الأخرى. كيف ما قلت وراء الميكرو هو أنه عندي طلب خاص، أنه فضلا وليس أمرا عدم استعمال انتماءاتي فمقالاتكم الإخبارية، لأنه ما كنقولوش على فلان مغاير أو لا إتغو، كنقولو راه فلان مغاير وقع له. دونك كيف ما كنشكر كذلك الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على المواكبة ديالها الملفات والملف ديالي خصوصا منذ البروز ديالو، منذ زعما البداية ديالو. كانوا الاشخاص تقريبا الوحيدين اللي كانوا رافقوني في المحن ديالي، سواء النفسيه سواء الاجتماعيه سواء فيما يتعلق بالمرافعه في المحكمه. للاسف الملف كيف ما هو كما جرت العاده فيه، لازال هناك استغلال الملف في العديد من المحطات السياسية ومن العديد من الجهات والأشخاص والمنظمات، تتم استغلال الملف بطريقة للأسف أقل ما يقال عنها أنها طريقة بشعة، نظرا لأن الشخص المتهم عنده وزن وعنده حضور في الحق الإعلامي في الحق الحقوقي داخل المغرب وخارجه، وهذا الشيء هذا تيخول بعض المنظمات سواء كانت منظمات حكومية أو غير حكومية باش تستغل الملف ديالي بهذا الشكل هذا. للأسف اليوم الملف خدا واحد الحكم ولكن الأحكام ما تطبقاتش ما تنفذاتش، دونك الحالة هي الحالة النفسية نفسها، الحملات ديال التشهير لا زالت مستمرة وهذه المرة بزاف على المستوى الدولي، وخاصة فاش خرج قرار ديال الاتحاد الأوروبي لإدانة المغرب فيما يتعلق بهذا الملف وملفات أخرى. وللأسف هذا تحيز من مؤسسة شريكة للمغرب ومؤسسة يعني عندها وزنها الخاص حتى هي في الـ في الـ في الـ في الـ يعني المنطقه او المناطق بصفه عامه ديال العالم. للاسف هذا الشيء هذا كان بسبب تقارير مغلوطه ساعدت بعض الاطراف داخل المغرب وخارجه الى رفع التقارير هذو، وهي نفس الاسطوانه اللي تنعيدوها وتنقولوها في جميع الندوات الصحفيه، انه هاد الاشخاص ما كيعياوش. انا جيت نلقي كلمه فقط وعييت، فهاد الاشخاص ما عياوش انهم يبقاو يضربوا الضحايا. ونقطه مهمه جدا كنت بغيت نقولها في الاول، وانه اكبر دليل على انه الضحايا او لا كنفضل نسميهم نعطيهم الصبغه الحقوقيه الناجيات، انهم ما بانينش وجههم. هذا اكبر دليل على انه ما كاينش حق ديال الضحايا، وخوفا من المجتمع، خوفا من انهم يخرجوا غدا ولا بعدو يتعرض لهم شي واحد انتفلانه، لانه المجتمع ما تيرحمش نهائيا، وتتولي انت هي اللي معكوسه على القضيه، كتولي انت هي اللي متهمه، انت اللي علاش مشيتي، انت اللي علاش هضرتي، وعلاش وعلاش وعلاش، كيتم توجيه اصابع الاتهام للناجيات والناجين. وهذا نفس الشيء يعني كينطبق عليا. الحملات المسعوره ديال الهجمات الشرسه على مواقع التواصل الاجتماعي مستمره الى يومنا هذا، بعد المنابر الاعلاميه المقربه لمحيط المتهم لا زالت الى يومنا هذا كتهاجمني، كذلك بعض المنابر الاعلاميه للاسف تفتقد المهنيه وعندها أجندات سياسية إرهابية، كانوا أول من
من هاجموني بأقدح الصفات والنعوت، وهذا كان بتوجيه بطبيعة الحال من محيط المتهم. فاللي بغيت نقول هو أنه ولا شيء يتغير اليوم للأسف، ما عدا مساندة هاد الناس اللي حدايا اللي كنشكرهم من أعماق قلبي، الأستاذة عائشة الصديقة اللي صراحة ما عمرها تخلات عليا، الأب الروحي أستاذ زهراش، الصديقة كذلك أستاذة القيدومة الحقوقية فاطمة الزهراشاوي، أستاذة كريمة، أستاذة خبيزة، جميع عضوات وأعضاء الجمعية اللي كنوجه لهم جزيل الشكر على كل ما يقومون به خارج العمل نطاق العمل ديالهم، ما هو إنساني. فالرسالة ديالي اليوم إلا كانت غادي تكون غادي يسمحوا لي الناجيات أنني نتكلم حتى بالصوت ديالهم، لأنه كنا وكلهم معنيات ومعنيين بهذا الشيء اللي كنتعرضوا ليه. نحن على نفس المستوى ديال الهجمات، كيف ما قلت أنه المجتمع ما تيرحمش، ما كيقولش أن هاد الناس راهما اللي ضحايا ولا هما اللي تعرضوا لهذا الشيء. وكذلك للأسف قضاء انصفنا وما انصفناش، لأنه هناك أحكام لا زالت يعني ما زال ما تطبقتش وصدر في حقها زعما حكم نهائي، وهذا الشيء للأسف ما تيشجعش نهائيا كيف ما قالوا الأساتذة والأستاذات الضحايا أنهم يتكلموا على 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 الاعتداءات اللي كيتعرضوا لها، او انهم يقوموا بالتبليغ ديال الاعتداءات اللي كيوقعوا لهم او اللي كيتعرضوا لهم. وللاسف نقطه اخيره استاذه، هو كما جرت العاده كنتكلموا على التناقض اللي كاين ما بين الحقوقيات والحقوقيين الذين ولا يدعين انهم كيدافعوا على حقوق الانسان. هاد الناس هادو منهم حقوقيات وحقوقيين اللي صدروا أحكام قضائية لصالحهم، ولكن ما شفناهمش في المنابر الإعلامية كيتكلموا على هذه الأحكام، تيقولوا أن القضاء المغربي نصفنا، ولكن للأسف تيتكلموا على قضايا اللي كتخص الإخوان ديالهم، الأبناء ديالهم وذوي القرابة، ولكن للأسف الضحايا في قضاياهم وحقوقهم في مهب الريح. أجدد الشكر للأصدقاء والصديقات والجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.